وصلي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احييكم في امانه الحكومه، ونشير انه نبدا الاجتماع الاعلامي بتاع امبارح المساء في قناه المنطقه العسكريه، وكان بحضور اخوينا عبد الله بشار وقويس بما يتعلق باستقاله السيد الوالي من ولايه البحر الاحمر. يمكن اتصلنا عليك لجهة أمن وأفاد بأنه هو حيقدم استقالته غدا صباحا للجهات الرسمية. الإجراء هو من امبارح بدأ في جهات الاستقالة، وهي بتتكمل بكاتب الدولة طبعا ثاني يوم في الصباح الساعة 12. اتصل عليه شخصيا وقال لي أنا قدمت استقالة مكتوبة للسيد رئيس مجلس السيادة بواسطة وزير الحكم الاتحادي، وهي مشت رأس مجلس السيادة، ويمكن خلال يوم يجي ما يفيد بقبول الاستقالة. هل كلفت انت رسميا بانك انت الوالي الان؟ لا ما 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 في، انا ما الوالي من الحكومه طبعا، التكليف بيجي من الديوان للشخص اللي بيختاروه الناس. شكرا.